النهارده ما يحدث حتى الآن، الآراء اللي جاية من برلين، وشفنا وزيرة الدفاع بتتحدث من مؤخرا على استبعاد خطوة تورط ألمانيا في الدخول في حرب مباشرة أو مواجهة مباشرة بسبب الأحداث في أوكرانيا. في تقديرك، هل من الممكن أن ده يحدث؟ لا أعتقد أن هنالك مواجهة مباشرة. القرار الألماني كان واضح، وليس فقط من وزيرة الدفاع، حتى المستشار الألماني بالأمس وأول أمس أيضا عفوا أكد على أنه لن يكون هنالك أي تدخل عسكري لألمانيا وحتى لأوروبا بالمشاكل أو بالحرب التي بدأت اليوم في أوكرانيا. لذلك أعتقد أن احتمال وسيناريو المواجهة العسكرية بين أوروبا وبين روسيا غير وارد، كما كان واضح أيضا من كلام الاتحاد الأوروبي، قادة الاتحاد الأوروبي، الأمور محصورة فقط بفرض عقوبات، ربما تكون عقوبات قاسية، ولكن رغم ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه العقوبات ليست عقوبات على روسيا، أو لن تكون فقط عقوبات على روسيا، بل هي عقوبات على الاتحاد الأوروبي نفسه. ولذلك أعتقد أنه سوف يكون هنالك تروي ويعني تعقل كبير. دكتور عبد المسيح، لماذا تصفها بعقوبات على روسيا، على الاتحاد الأوروبي عفوا ذاته؟ يعني الأمور واضحة وأصبحت مكشوفة اليوم. على سبيل المثال، بعد وقف خط الشمال 2 بالأول أمس، مباشرة ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير جدا في الاتحاد الأوروبي، والأهم والأخطر أن أوروبا اليوم تعيش تخبط كبير بعدم وجود أي بدائل للغاز وللطاقة الروسية، وهذا ليس أمر على مستوى اليوم الحكومات وعلى الحكومة الألمانية والحكومات الأوروبية، بل منذ الأمس وحتى اليوم الشغل الشاغل للشارع الألماني والهاجس الأهم والأكبر والهلع حتى من أن لن يكون هنالك بدائل للطاقة الروسية يمكن أن تصل إلى المستهلك الأوروبي أو المستهلك الألماني. دكتور عبد المسيح، هل افهم من كلام حضرتك ان اي تحرك ضد روسيا حتى بما فيها العقوبات الاقتصاديه، مش التحرك العسكري، لا يحظى بتأييد شعبي من الشارع الالماني؟ لا ابدا لا يحظى، وحتى على صعيد يعني دعنا اقول لك، حتى وزير الدفاع سابقه يعني على التلفزه الالمانيه كانت ضد اي تحرك وضد اي عقوبات، وهي لا تصف حتى يعني هي تقول ان الناتو هو الذي استفز روسيا وهو الذي اليوم يحاصر روسيا بقواعده العسكريه وبصواريخه. اليوم تسمع من قاده ومن شخصيات كبيره في المجتمع الالماني على مستوى رؤساء احزاب، على مستوى وزراء، على مستوى كلام حقيقه الى حد كبير يقف إلى جانب الموقف الروسي ويرفض الإملاءات الأمريكية ويرفض منطق العقوبات ويرفض منطق التدخل أيضا بأوكرانيا بهذا الشكل الذي سوف يؤدي إلى استفزاز روسي وأدى له، ونتائج هذه الاستفزازات وهذه الحرب سوف تنعكس على أوروبا كما قال كثير من هؤلاء يعني القادة والشخصيات الألمانية والأوروبية الكبيرة. يعني من كلامك ومن الحديث الرسمي، إذا كنا بنتحدث عن وزيرة الدفاع الألمانية والمستشار الألماني، ربما تتخلى ألمانيا ومن خلفها أوروبا عن وحلف الناتو عن أوكرانيا في هذه الأزمة، إذا وخصوصا إذا تعرضت لموجات تضخمية أو نقص في إمدادات الطاقة بسبب العقوبات على روسيا خلال الفترة الجاية. يعني السيناريو الأقرب إن هم يتخلوا عن أوكرانيا. هي بالاساس هم ليسوا معنيين بالدفاع عن اوكرانيا، ولماذا؟ هي ليست عضو في الناتو، وهي ليست عضو ايضا في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي يعني لماذا يجب على اوروبا اليوم الدفاع عن اوكرانيا؟ هذه القضيه، لان كل ما تعاني منه اوكرانيا بسبب رغبتها في الانضمام للناتو. يعني هو ما يحدث الان يعني هو بسبب سوريا ومصر وايضا الصين والهند، كلهم يرغبون اذا يعني اتيح لهم ذلك الدخول في الاتحاد الاوروبي. هل هذا مبرر لان تذهب المانيا وتذهب اوروبا اليوم للدفاع عن الصين مثلا؟ يعني اعتقد ان هذا المبرر ليس كافي. اليوم اوروبا ليست معنيه بالدفاع عن اوكرانيا، وهي ترفض دخول اوكرانيا لحلف الناتو والاتحاد الاوروبي حتى لا تكون مضطره. هذه الاملاءات الامريكيه والضغوطات الامريكيه التي تمارسها على الاتحاد الاوروبي اليوم لادخال اوكرانيا
في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو لكي تحول أمريكا أوروبا لجيش لها يعني يغزي ويحارب روسيا والصين نيابة عنها. هذا الأمر مرفوض داخل الاتحاد الأوروبي وهو أمر مفهوم والأوروبيون يعونه تماما ويتنبهون له، وهم لن يكونوا في يعني بهذه السذاجة التي يمكن أن تستجرهم إلى حرب في أوكرانيا ليس لهم لاقة ولا جمل بها ولا هم معنيين أصلا بالدفاع عنه. دكتور عبد المسيح، وده سؤالي الأخير لحضرتك، هل في حديث عن بدائل لإمدادات الطاقة من مناطق أخرى غير روسيا، وخصوصا أن حضرتك احنا بنتحدث عن ما زلنا في الشتاء والحاجة إلى إمدادات كبيرة من الطاقة لتغطية احتياجات أوروبا من التدفئة وغيره، هل في حديث عن بدائل وهل مصر أحد البدائل المطروحة؟ المشكل أن هذه البدائل كلها المطروحة وهنالك طبعا يعني أمور مطروحة منذ فترة طويلة ولكن لا يوجد بنى تحتية جاهزة لها، يعني أقرب شيء يمكن أن يحدث حتى من خلال الخط الذي يعني يراد اليوم مده من مصر وربما من إسرائيل ومن هذه المناطق إلى داخل الاتحاد الأوروبي، هذا أمر يحتاج إلى سنوات، يعني البنى التحتية الأساسية ليست متوفرة بعد، وبالتالي لا يمكن الكلام اليوم عن بدائل قبل سنوات للغاز الروسي، وبالتالي أعتقد أن هذا الخصام وهذا اليوم القطع أو الإيقاف لخط الشمال 2 الذي رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ ولكن من المفترض أنه يدخل قريبا لا بديل له حتى الآن، وهذا هي المشكلة الكبيرة. حتى الغاز الأمريكي أيضا لا يوجد بنى تحتية جاهزة له، إضافة إلى أنه بديل غالي جدا وسوف يكلف أيضا الاقتصاد ويؤدي إلى ارتفاعات كبيرة وإلى هزة في الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي البدائل المطروحة حتى الآن أصلا غير موجودة وغير متوفرة بالقريب العاجل، وبالتالي لا يوجد حقيقة بدائل للغاز والطاقة الروسية. دكتور عبد المسيح الشامي الكاتب والمحلل السياسي من برلين، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مكملين مع حضراتكم.